دلوقتي هنخش نتفرج على فيلم، ودي السينما. هنشوف دلوقتي حاجة غريبة بقى، ان مفيش حد بيقطع لك التذاكر، انت بتقطع تذكرتك بنفسك. دنيا تانية هنا، كل الناس اللي واقفين دول بيقطعوا تذكرتهم، يحطوا الكارت زي ما انتوا شايفين كده و يختار الفيلم اهو. اي فيلم تختاره، مثلا هنختار الفيلم ده، وفي المواعيد دي هي اللي موجودة. طيب هنختار كده، نكتب عدد اللي موجود، نيكست، تدفع بالكارت من هنا، من هنا. نيجي هنا بقى، اللي عايز قهوة، اللي عايز مشروبات، اللي عايز بوب كورن. بص حجم البوب كورن هنا قد ايه، حجم كبير جدا. اللي عايز يلعب جيمز هنا اهو. في انترتينمنت، يعني بيعرفوا يكسبوا من الانترتينمنت كويس. شايفين كل دي بتعرض شاشات، قهوة، بس